تحول الجفاف إلى ملمح هو الأبرز في بلاد الرافدين. الزراعة هنا تكاد تلفظ أنفاسها بعد موجة جفاف الأنهر وقلة منسوب المياه في نهري دجلة والفرات. من تركيا وإيران اللتين تتحكمان من خلال السدود والمنشآت المائية في الكثير من مصادر المياه العراقية. قال يقتتل عند كنزكم هذا ثلاثة خلفاء أبناء ثلاثة رجال كلهم ابن خليفة. إيه ما هذا الكنز؟ في كنز ذكرناه قبل من أشراط الساعة الصغرى يقتتل عليه الناس ولا ينجو من كل مئة إلا واحد، ها الذي عند نهر الفرات. فيختلف ثلاثة من أبناء الخلفاء على كنز، فيشتد خلافهم فيخرج من المدينة كلها، يخرج ويذهب إلى مكة. فإذا ذهب إلى مكة عرف الناس بأنه المهدي فيبايعون في مكة، فإذا بايعوا في مكة يأتي جيش من الشام يأتي لأجل القتال. فيخسف بهذا الجيش الذي جاء من الشام، إذا خسف بهذا الجيش عرف الناس أن هذا المهدي. السود يبدأون يقاتلون هؤلاء اللي اختلفوا على الكنز اللي يفصل بينهم المهدي مع الرايات السود. الرواية الأخرى ستصالحون الروم صلحا آمنا. السلام عليكم. وعليكم السلام. ثم تغزون أنتم وهم عدوا من ورائهم فتسلمون وتغنمون فتسلمون وتغنمون.
ثم تنزلون بمرج ذي تلول، أي بمكان تكثر فيه المياه ويكثر وتكثر فيه الخضرة. فيقوم رجل من الروم فيرفع الصليب ويقول: انتصر الصليب. فيقوم إليه رجل من المسلمين فيقتله. يقول صلى الله عليه وسلم: فعندئذ تكون الملاحم فيغدر الروم.